ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة بقى هنعمل هدية لعيد الأم بسيطة وجميلة جدا من خيوط الصوف دي، مفيهاش اي حاجة خالص. هنبدأ اهوت يا حبايبي. اول حاجة هقطع كده حتة يعني قطعة خيط كده واخليها جنبي. بعد كده بقى ممكن تعملي على ايديكي على 3 صوابع كده، او ممكن تعملي على اي حاجة عندك. بنلف بس، مجرد ان احنا بنلف الخيوط كده، هتنينا لف لما اكبرها، وبعد كده هوريك انا هعمل ايه. اهي يا حبايبي. بعد كده بقى اهوت هقص كده وهطلعها بقى من اليمه اللي بتطلع منها دي. وطبعا انا محضره القطعه اللي انا قصها ديت عشان هربطها بقى كده من الوسط. مش عارفه الازازه دي القطع اللي احنا قصناها هي في الوسط كده، وهحاول بقى ان انا اربطها ربطه جامده. هيبقى يعني بربطها قوي كده عشان ما تفكش مني. خلاص يا حبيبي، هجيب بقى بالمقص كده وهفتح الخيوط ديت كلها. وحاول بقى ايه اجيبه كله على بعضه كده، واحاول اسويها كده الاول. ولو في حاجة برضو مش متفتحتش معايا وقابلتني، بحاول ان انا افتح. احاول بقى ان انا اسويها خالص كده. وعلى فكرة يعني الواحدة اللي انا بعملها دي هعمل منها كمان 2، وهنعمل اجمل قلب كده لست الحبايب لعيد الام. بصي يا حبايب قلبي اهوت عملتها كده، وبفتحها بقى ايه في يعني اماكن لسه ما اتفتحتش هي، فبنفتحها معانا كده. وبرضو بحاول اسوي فيها كده، اسوي فيها خالص يعني. وبعد ما اعملها بمسدس الشمع برجع اساوي تاني برضو، هيطلع اجمل قلب كده جميل اوي ان شاء الله. وفكرته سهله وبسيطه ومفيهاش اي حاجه خالص. بجيب بقى، بصي حبايبي انا عملت قطعتين برضو اهو نفس الوضع. بجيب ال3 قطع دول وبلزقهم في بعض كده بمسدس الشمع. احاول ان انا اكتر الشمع شويه عشان يلزقوا قوي كده اهوت، وافتحها كده من الوسط كده، واقوم جايه لزقهم كده. هجيب القطعه الثالثه والزقها برضو. انا لزقت ال3 قطع يا حبايبي، لزقت ال3 قطع اللي احنا عملناهم كده جامد بمسدس الشمع. بعد كده بقى يا حبايبي احاول ان انا اهوت اهذبها كده واسويهم كلك.
احنا كنا عملنا كتكوتين قبل كده مع بعض، تقريبا من نفس الفكرة يعني. احاول بقى ان انا اعيد عليها كده كله، واخلي الخيوط معايا ايه ما تبانش خالص كده. احاول ان انا اعمله كله كده واعيد عليه، وبرده في دقيقة وراجع لكم تاني. اهو يا حبايبي، بحاول ان انا اعمل كل الخيوط دي كده، وباجي من الوسط احاول ان انا اقلل كده شوية. في الاخر ما نخلصها، او اصلا الشكل ما بيبانش يعني في الاخر. هحاول بقى اتكه برضو على الخيوط ديت كده، واحاول ان انا اخليها ايه ما خليهاش كبيره وزهره كده، احاول ان انا اقللها خالص. هو الحاجه ما بتبانش وما بنحكمش عليها واحنا بنعملها، بنحكم عليها بقى بعد ما بنخلصها خالص، لانها دلوقتي اصلا ما بتبانش. هي مش محتاجة شرح والله يا حبايبي، هو يعني هي بتتكلم عن نفسها كده، وانا بعمل حاجة سهلة وسهلة ممتنع يعني، ما فيهاش اي حاجة خالص ان شاء الله. اهو يا حبايبي، بحاول اخد من الكناب كده، هي ادت الشكل شوية اهيت، بس لسه برضو لسه هعمل فيها حاجات. اهو يا حبايبي خلاص، خلص اهوت، شكله بقى جميل جدا اهوت، شكله بقى فوق الرأي.
وعاملة واحد تاني برضه اهوت باللون بالخيط الأحمر، شكله جميل قوي. وقلوب جميلة قوي هي، في عيد الأم بقى تهديها لمامتك كده، تبقى جميلة قوي وحلوة وتفرحها بحاجات بسيطة خالص، يعني ما اشتريناش حاجة. والخيوط عندنا هنعمل بقى، هنركب الميدالية ديت في واحد منهم اهو يا حبايبي. عملت ركبت ميدالية هيت للقلب هيت يا بنات، وادي القلب التاني اهوت، ممكن اركب له ميدالية برضو، الاتنين اجمل من بعض، وهدية جميلة ما كلفتناش اي حاجة، نهديها لمامتنا كده في عيد الام. وكل سنة وانتم طيبين، ولو عجبتكم الفكرة البسيطة ديت اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصل اكبر عدد من اصحابكم ويستفيدوا من الفكرة البسيطة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حبايبي، باي، مع السلامة.